للحديث عن موضوع غلق بيت بيوت الشباب، أقول التزاما بالظرف الصحي واحتضانها لعمليات التلقيح، يحضر معنا في البلاتو السيد كمال شرفاوي مدير بيت الشباب بالدواودة ولاية تيبازا. صباح الخير سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير لك ولمشاهدي الكرام وشكرا على الدعوة. إذن تطبيقا لإجراءات الوقاية تم غلق جميع بيوت الشباب، بيت الشباب بالدواودة ولاية تيبازا، عينا عن ذلك تحولتم إلى نشاطات أخرى، ما هي هذه النشاطات؟ شكرا أختي على هذا السؤال القيم. نعم نحن كمؤسسة من المؤسسات التي تم إغلاقها، مؤسسة تابعة لمديرية شباب ورياضة، ويعني كل يعني بيوت شباب ودور شباب وقاعات رياضة وكذلك المسابح الرياضية، وهذا نظرا للارتفاع المؤخر للموجة الثانية من فيروس كورونا. يعني بادرت وزارة شباب والرياضة بتعليمات على قلق هذه المؤسسات، وكذلك اعطائنا تعليمات لكي تحويل نشاط هذه المؤسسات الى نشاط اخر، وهي وضع هذه المؤسسات تحت تصرف مديرية الصحة بالولاية. ويعني تيبازا كباقي الولايات قامت بوضع يعني جميع المؤسسات تحت تصرف مديرية الصحة للولاية، وهذا لعملية تلقيح او نشاط اخر تراه مديرية الصحة له. في نشاطات أخرى أيضا، تحدثتم عن إنجاز الكمامات وغيرها، نتحدث أيضا عن هذا الموضوع وما تقوم به بيوت الشباب خلال هذه الجائحة أيضا. شكرا أختي. أول يعني نبدأ يعني من يوم انطلاق هذه الجائحة، جائحة كورونا، يعني من مدة عامين إلى يومنا هذا، حيث في البداية بعد غلق يعني التزمنا يعني بغلق المؤسسات يعني كل المؤسسات التابعة لمديرية الشباب والرياضة، مديرية يعني دور شباب، قاعة رياضة، مسابح وبيوت شباب، حيث أن عندما غلقنا المؤسسات أنه لم نوقف النشاط. بعض الكمامات كما تعلمين أختي أنه في دور شباب يوجد هنالك نوادي الخياطة، فاستغلينا هذه النوادي في إنجاز وخياطة الكمامات. يعني كما عرفنا في المدة في بداية الجائحة كنا نسجل هنالك نقص في 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 الكمامات، فقامت يعني منخرطات ومنشطات بدور في هذه المؤسسات في دور الشباب بعملية خياطة هذه الكمامات اللي كان لها دور كبير على المستوى يعني على مستوى المؤسسات الشبانية في الخياطة، وكذلك يعني على بالتنسيق مع الجمعيات وكذا وتوزيعها على المواطنين مجانا. يعني وانا اعطيك احصائيات الى يومنا هذا ان تيبازا يعني مديرية شباب ورياضة قامت يعني بتوزيع يعني انجاز وتوزيع حوالي 200 الف كمامة، وتوزيعها على المواطنين في الساحات العمومية والاماكن اللي تشهد يعني التجمعات والمناطق المعزوله وكل المناطق اللي نقوم بها، وهذا يعني بالتنسيق مع ديوان مؤسسه شباب والجمعيات الناشطه في هذا في المجال الشباني، يعني الجمعيات وكذلك المتطوعين من خارج المؤسسات. وكما قمنا يعني بعمليه في البدايه انه يعني عند انتشار هذا الوباء انه المواطن كان ما يعرفش شنو هذا الاخر هذا المرض هذا، يلي احنا بدورنا قمنا بعمليه تحسيسيه توعويه نشرحوا لهم هذا الامراض هذه هذا الفيروس هذا كيفاش ينتقل الاعراض تاعه وكذايا نقوموا، وهذا يعني بالتنسيق معنا يعني اخصائيين واطباء يكونوا معنا في هذه القافله اللي كنا نقوم اللي سطرنا يعني برنامج يمس يعني جميع دوائر وبلديات ولايه تيبازا. الآن تحولتم في خلال هذه الموجة الثالثة إلى احتضان بيوت الشباب لعمليات التلقيح، في أكيد تنسيق بينكم وبين المصالح الطبية لاستقبال أكبر عدد من المواطنين. نعم أختي، يعني في الموجة الثانية يعني اللي شهدت يعني ارتفاع كبير وكبير جدا،
يعني بادرت مديرية شباب والرياضة، وهذا يعني تطبيقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، وهي الحث على تخصيص يعني بيوت شباب ودور شباب والمؤسسات الشبانية كمراكز للتلقيح وكذلك مراكز لاستقبال، يعني لا قدر الله يكون ارتفاع اكثر للمرضى وكل المستشفيات ما يقدرش يستوعبهم، يقدروا يستعملوا هذه المؤسسات، يعني راهي تحت تصرفهم. بيوت شباب كما تعلمين مجهزه باسره واماكن يعني وغرف خاصه بهذا هذا الشيء. اما دور شباب اللي كما مثلا اتكلم على عينه مثلا تيبازا، ان جميع دور الشباب وضعت يعني تحت تصرف مديريه الصحه في خاصه في عمليه التلقيح، كما تعلمون انه مؤخرا يعني بدا الوعي يوصل يعني للشباب والشعب الجزائري انه يعني التلقيح يعني شيء لابد منه. لما المراكز المخصصة اللي خصصتها وزارة الصحة مديرية الصحة اللي ولات ما تكفيش، يعني عندها إقبال يعني كبير، وتبقى الإقبال هذا يعني ما يخدمش، ما رانا نديروا في حاجة ماشي مليحة. الإقبال هذاك هو اللي يزيد التجمعات، يزيد يعني عملية التوزيع مهمة جدا في التباعد واحترام البروتوكول الصحي أيضا. وعلى هذا يعني خصصنا دور شباب لعملية التلقيح اللي راهي انطلقت منذ الأسبوع الفارط، يعني اللي بدأت في الآخر، وأعطي لك عينة مثلا دار شباب فوكا، دار شباب خميستي، دار شباب تيبازا، يعني اللي راهي بدأت فيها العملية وراهي تلقى اقبال واقبال كبير للمواطنين. وهذا يعني نعاود نرجع بلي باش نخفوا على مراكز العلاج والمستشفيات، باش نخفوا عليهم الضغط ونوزعوه على المؤسسات الشبانيه. طيب في متطوعين يقومون بالسهر على نجاح هذه العمليه، عمليه التلقيح. نعم، يعني التأطير، يعني كما تعلمون عندما ينتقل الشخص او المسن والشاب الى هذه المؤسسات الشبانيه لازم يلقى الناس اللي تستقبلوه اللي توعيه، اللي لازم تدير له التباعد الجسدي يعني بين الاخر بين المواطنين، وكذلك تعمل على تنظيم الاشخاص اللي يتوافدوا على هذه المراكز هذه، وهذو يعني كلهم شباب متطوعين، وكذلك اطاراتنا يعني اطارات شباب والرياضه العامله في الميدان اللي لم تتوقف يعني منذ يعني انطلاق يعني من اللي بدات هذا الفيروس هدايا، يعني لم تتوقف عن النشاط وعن الحملات التحسيسيه والتوعويه. ويعني اركز هنايا خاصه في المجال التحسيسي والتوعوي الذي هو من مهامنا، يعني كقطاع شباب الرياضه هذا من مهامنا نحن. تابعنا خلال وباء كورونا المستجد تحول بيوت الشباب الى مراكز ايواء، هل انتم مستعدون لتحويلها الى مراكز صحيه ان تطلب الامر طبعا؟ نعم اختي، يعني كما تعرفي ان بيوت شباب يعني مجهزه فيها غرف، يعني فيها كل اللوازم اللي توفر على ظرف، يعني كباقي يعني الفنادق اللي كانت حولت لاستقبال سواء المرضى او العائدين من الخارج وكذا، يعني بيوت شباب جاهزه لاستقبالها. وقلت لك انه في الموجه يعني الاولى انه كنا خصصنا بيوت شباب، خصصناها للاطقم الطبيه يعني لكي المبيت باش يكونوا قرب للمستشفيات تاعهم باش ما يتنقلوش، وكنا خصصنا بيوت شباب لاشخاص بدون ماوى، يعني كاين في المرحله الاولى كان هنالك اشخاص اللي ما عندهمش ماوى، يعني خصصنا لهم بيت شباب يعني اللي خاص بهم. كاين خصصنا بيوت شباب لحاله يعني حاله ما يكون فيه مستشفى يكون فيه ارتفاع اكثر، يكون عنده يعني البيت شباب مخصص لهم باش المرضى ينتقلوا للبيت شباب، يعني باش نخفوا الضغط على المستشفيات. يعني انه كل بيوت شباب الموجوده على مستوى يعني نتكلم عن ولايه تيبازا انهم تحت تصرف مديريه الصحه وتحت تصرف محاربه الوباء. نعم، تنسقون اكيد مع وزاره الشباب والرياضه في تأطير هذه العمليات وغيرها، ما هو دور الوزاره خلال نعم هذه الجائحه؟ شكرا على هذا السؤال. نحن يعني هذه كلها تعليمات و يعني تعليمات وزاره الشباب والرياضه التي دائما تحث على توفير مثلا هذه المؤسسات الشبانيه ووضعها تحت تصرف مراكز الصحه، كذلك
القيام بالحملات التحسيسية والتوعوية، القيام مثلا بعملية توزيع الكمامات على المواطنين، كذلك القيام بعملية القيام مساعدة في عملية تلقيح المواطنين، يعني وهذا يعني بوضع دور الشباب والمؤسسات الشبانية تحت تصرفهم، كذلك القيام بعملية تعقيم المؤسسات الشبانية، المؤسسات الشبانية تابعة لمديرية شباب الرياضة ولوزارة شباب الرياضة على المستوى يعني الولائي والمستوى الوطني، وكذلك تعقيم المؤسسات التربوية، يعني كنا احنا شاركنا في عملية تعقيم المؤسسات التربوية. هذا يتم أيضا بالتنسيق مع البلديات. مع البلديات ومع الولاية كذلك. وهنالك يعني برنامج نقوم بتسطير برنامج ويمس كل الابتدائيات، كما نعلم انه الابتدائيات هي اللي كانت عندها الحصة الاسد في عمليه التعقيم. كلمه ختاميه سيد الشرفاوي. انا اشكركم على الاستضافه، وانا اتمنى يعني التكاتف ووضع اليد يعني، والشباب هنا يكون واعي ويكون واعي بالخطر هذا، ويكون ملتزم ويكون يعني الإجراءات يعني لحماية نفسه وحماية مجتمعه يقوم بها من وضع كمامات والقيام بعملية التلقيح. ويعني كما تعرفوا انه الدولة الجزائرية انه كانت بادرت وعن كل يعني اتخذت كل الإجراءات اللازمة للحد من هذا الانتشار الكبير لهذا الفيروس. ونحن بدورنا نشكرك جزيل الشكر سيد كمال شرفاوي على كل هذه التفاصيل. لا شكرا على واجب، شكرا على مرة ثانية على الاستضافة.